حكم أخذ التعويض في حوادث السيارات وغيرها. التعويض اللي هو العوض ثلاث أنواع: تعويض لا يجوز أخذه، اللي ياخد التعويض ده يأسم وفلوس حرام ويتخرب بيته، وتعويض تاني يجوز أخذه ويستحب التنازل، وفي تعويض تالت اللي ياخده يجب ياخده وحرام يسيبه وحرام يتنازل بيه. التعويض الأولاني اللي حرام ناخده أما يكون الشخص اللي ضرنا غير مفرط. يعني إيه غير مفرط؟ يعني حاجة من الاتنين، يا إما يكون مؤتمن أو يكون مضر غير مفرط. المؤتمن زي إيه؟ واحد جاء أجر العربية بتاعتي، أنا أجرتها كتير قبل كده، هو أجرها، فهو أجرها ماشي بيها بدون ما يزود السرعة وبدون أي تفريط، العربية باظت منه. واحد استعار العربية بتاعتي باظت منه، واحد أنا سبت العربية عنده حطها في الجراج اتسرقت وهو من راجل مش مضر.